بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا موضوعنا تشوفون هذا الماطور. طبعا الماطور جديد بعده ونظيف. هاي حاله جابوا لنا ماطورين نفس الحاله. الحاله شو مسوي صاحب الماطور؟ يعطي فره يعطي فره ويشتغل الماطور. فمضطر الاخ هنا قاصه كليته. كان هاي حاله غلط. هذا احتمال بس المكثف مالته عاطل يتبدل سعره رخيص احسن ما بالفره. المشكله حالتين راح تصير عنده. اول شيء ضعف بالمي لانه راح يشتغل ملف واحد مو ملفين، دي ملف بدء وحركه، فما راح يشتغل بس تك ملف، والحاله راح يصير مي عنده ضعيف. الحاله الثانيه اذا تجي كهرباء وما يطي فره راح يحترق الماطور ويقوم ينتهي الاحتمال يقتله بشر. فرجاء هاي الحاله لا احد يسويها. هاي الحاله جتنا بهذا الماطور، والحاله الثانيه هذا الماطور الثاني. هنا الاخ نفس الحاله مسوي له بوابه صغيره حتى يفر بيه، فاجانا كله جسم ينتل. فرجاء هاي الحاله لا احد يسويها. الحاله الاخرى الثانيه ماطور مبرده. هذا ماطور مبرده اخوان، هذا الفتح مالته من القاعده، هاي قاعدته الفتح مال هاي القاعده مثبته على المبرده، اربع براغي صعب الفتح مالته. فده نشوف الزبون يجيب لنا هو قاعدته. هاي العمليه غلط. شو تسوي انت بيه قفايص تفتح القفيص من نايه، وهاي ناس ما يعرفون هاي الشغلات. هذا قفيص وهذا قفيص، عمليه كل سهله ما تطول ثانيتين، تفتحها وتفتح الماطور وتوديه للمصلح. فهاي العمليه كل صعبه عليكم بالحرف، خصوصا بالحرف. وشكرا.